برنامجكم الأسبوعي واليومي والنصف شهري والشهري توتوت من بغداد على بيروت. معنا اليوم مطربة رائعة جدا ومن الأصوات الجميلة المطربة جويل. مساء الخير. جويل بتحدثيني بتقولي لي شو آخر الأعمال الفنية؟ آخر أعمالي أغنية وطنية الشعب السوري مدفون، كلمات وألحان الشاعر سليم أنصار. أنت مهتمة كمان بالشيء الشعبي ما هي؟ أي طبعا. بقدر أسمع شيء شعبي إليك؟ كمالك العمل ناطور وانطر باب البناية حتى شوفك وعينك عطل عاوت عداي مبسوطة وقلبي مسرور ترفضني بحبك بالزور ولو قالوا حتة ناطور متعني لي لحكاية. يا سلام يا سلام، ما معقول يعني يسلم هالتم. سلام يا رب كلك. يبدو عفوا يبدو انه انت بتحبي الشيء الشعبي كثير والشيء الجبلي. ايه طبعا. شيء جبلي الك خاص سويتي شيء؟ ما عملتي بعدك؟ طب سمعيني اغنيه ثانيه جبليه هيك بتحبيها. جاي تسنبل وراي سمران الحاسودي ما بو بالزرع شميه عودي عديارك عودي سمران الحاسودة. يا سلام يا سلام. طيب حاليا شو عم تساوي شو عم تحضري؟ حاليا ما في شيء. بتآمني انت بالايد يعني واحد هيك شوفه بالايد طلع لك بالايد؟ ما كثير. افتحي كفك والله هذاك الكف. هذا؟ يا عيني يا عيني يا عيني. مين؟ انا ما بحق والله. فرجيني. شو بدك تقولي؟ كيف فاتت هي لهون عم نصور؟ مين انت؟ ناسي عجرم يعني؟ شو؟ مين مو ناسي؟ لا هي شو استاذ؟ أليسا هي؟ لا مو يعني مطربة اسمها جويل. عن جد؟ والله لا ما سوسك لزق في اسا اكثر من هيك. هلا بدك تطلعني. طب لا شوي ثاني روحي ماشي. طيب اطلب لي عصي. ماشي تفضل. ماشي ليك خليه معك البنت بس خليك. تعي بابي تعي 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 بابي تعي تعي تعي. ماشي انا بورجيك. انا بعتذر منك. مو هي على طول هيك هلا خايفه عليك تحطك بالبيت حبيبي. لا ما مو تحطني بالبيت، انا بدي اجي اساوي شغلي. معلش معلش مو مشكله. عفوا يا شباب بنرجع للقاء نرجع. معلش بتصير بتصير معنا كثير بتصير مكون عم نصور واحد تيجي مرته وكذا. حاولت قايل لها انت عندك تصوير؟ قايل لها قايل لها عندي تصوير. ما بعرف كيف ما شفتوها يا شباب انتم يوم فاتت يعني؟ ما شفتها؟ طب بنرجع للقاء سمحتوا. حاولتي تسوي شيء لك خاص يعني اغاني خاصه كذا؟ لسه والله لسه ما اشتغلتي شيء. في شيء خاص بدك تسويه يعني؟ ان شاء الله قريبا. قريبا في عندك شيء ان شاء الله؟ بس كنت بس اضبط له شعره هون بس هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. شو قلت لك انا؟ لك لسه ما وصلت بدي جاي اخذ منك اجر التاكسي بس ورجعت. اجر التاكسي عطيك. ايه لا تقول لي هلا لا تقول لي ايه لا تقول لي ما بقى غير شوف حايشه بس. حايشه؟ شو عم تعملها؟ لك عم تقولي انت لك شعرها نزل على عيونها. شو عيب شو عيب معي؟ عم بيظبطوا والله انتوا اللي ما بتعرفوا العيب. شو هذا؟ هات 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 مصاري لك. هذا موبايل نافي لك. انا هذا بصرف عليها لا تفكر فيه. انت بتصرفي على صح صح انا بصرف عليه. هات الساعه هات الساعه جبت لك اياها. هات بسرعه يلا يبديها كرم. ليه ليه هذا المصاري عشان ما تدفع له خليه يدفع اجره العصير. يلا لشوف كيف تعمل معي انا. هاي ايجار تاكسي خلص روح دقيقه انا برجيك.
والله انا نايمك اليوم على الشارع انا ما قليلة أدب. لا ما تطلعي مطبوعة أقلعها خالص. معقولة هالمرة؟ بس ما مديت عم بظبط لك شعرك فكرك بينك. لا لا بقى تظبط لي شيء أنا بظبط لحالي. نازل شوية حمرة هون بس. لا ما طب ساويهم بس وقفوا شباب شوي بس ظبطي شعرك ظبطي اللي هي شو برجي؟ برجي. لا مو احسن منها انا قلت لها هي قلت لها انا قلت لها مالي غير مرتي وبيتي قالتي لا تا حبيبي سوي معي لقاء نزلت من التاكسي انت قلت لي تفضلي بدنا نعمل معك لقاء اليوم روحي حاجتك بقى بهلا خلص ما حاجتك عيب عليك شوف الكذب قال انا قلت لها شفتها ماشي بالرجال لك شو بدي اخطف يا حسره شو بدي اخطف شو بعت لك شو معه مصاري قلبي شاف حبيبتي شكرا يلا بدك شيء بدكم شيء انا راح اخذ تاكسي واروح على البيت يلا الله معك وينك تروح البيت حل لي القصه مع مين كل وحده بتجيب لي اياها كل يوم بدي انا تشحطني اختي من البيت تعال شوف جوزي مع وحده خطفت رجال عم تخطفي من اختي بعت لك حمى ان شاء الله اخلى لحار انا ما شفتها بالشارع انا شفتها عم تدفش السياره عم جبتها لهون انت شفتي بالشارع ما بتدفشي السياره انت شفتي بالشارع انت ما بتدفشي السياره ما انت دقيت لي انت بتعمل انا أنا وهذيك اليوم شفت عم تنزل بطاطا من شو اسمه؟ الدنيا تنسى خلاص طبخة وفي إلها طباخ واحد طبخ واحد دافوسي واحد داعي